وين كاساتكم؟ خدوا كاساتكم. قالهم بالعقل. أعلى أعلى. اسمعوني كتير منيح. اسمعوا شو بدي أقول، لأنه الحكي اللي بدي أقوله للتاريخ. اليوم انفعص الراس الكبير والروس الصغيرة الململمة حواليها طلعت روس بطاطا. هلا أكيد صارت بطاطا مشوية. وإذا العيوب حيكون هربان وفركة أو ملقوح ميت. بكل الأحوال بكل الأحوال جبل شيخ الجبل وسطوة عائلته على الهيبة صاروا بخبر كان. بهالمناسبة بدي أحيي وجوهكم الطيبة الكل على راسكم هالشاب الأبضاي يلي ما قصر أبدا. صحتكم. صحة المعلم نمر. اليوم نصبناك القائم بأعمال نمر السعيد في عموم جلد الهيبة وسائر الجرود. من بكرة الصبح تنزل على مستودع المأسوف على شبابه معلمك سابقا تستلمه بسلاحه وزلمه. ومن اليوم ورايح لآخر يوم من عمره ما بتنادوله غير المعلم مصباح. شو بدي ادوله؟ معلم مصباح. بدنا نقول ولا؟ عباد الله لا اله الا الله. من بعدكم ما نبكي حيا اليامات